موضوع طبعا مهم وعارفين دلوقتي احنا فتره الصيف كمان في ناس كتير بقى ايه مقضيها زي ما هي عايزه صح، وممكن تكون كمان بتلجأ للاكلات السريعه فده بيخلينا بشكل او باخر بنهمل شويه، بنبدا بقى نشتكي الشعر بيقصف، احنا ما بننامش كويس يعني عدم النوم والسهر الكتير ده بيأثر بشكل تاني بعد ما بنرجع وبنتخن. بقى وبنتخن انت قلتي لي قلتي لي انا زدت شويه انا زدت سنه صغيره كده في الساحل لا بس جميل برضه، بس هو حلو ان الواحد يبقى منتبه طبعا امتى احس بقى بالانتباه وان انا اعرف ان انا دلوقتي زاد وزني وان لازم انتبه ان انا لازم اخس. خليني برضو أبدأ معاكي يا عظيمة أضرار السمنة. يعني ناس كتير ولو إحنا كبنات نقول إيه ده أنا تخنت أنا مش عارفة ألبس لو سبت نفسي للتخن، إحنا عندنا التخن كذا مراحل صحيح. أو السمنة أوفر ويت ده عادي، بعدين بنخش في سمنة عادية، وبعدين بنخش في سمنة مفرطة وبيحصل لنا مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا في غنى عنها. موضوع السمنة مش بس الشكل جمالي، في بوتاجاز مفتوحة أنا هطفيها أوكي موضوع السمنة مش بس الشكل جمالي، لا السمنة ليها أضرار صحية رهيبة صح، فمهم قوي إن إحنا نعرف إزاي لو هنتكلم إحنا إزاي زدنا في الوزن أو إزاي نحس إن إحنا زايدين في الوزن لأن مش كلنا بنقعد نقيس بالميزان كل يوم، لا مش كلنا اللبس دي أول حاجة يعني بالعين المجردة أنت عارفة كل 5 كيلو بيبقى في مقاس زيادة صحيح. في اللبس اللغد ده بيبان على طول لو جيت لبست مثلا خاتم حسيت ولقيته ضاق شوية ضاق كل الحاجات دي. لو هتكلم بقى لا احنا عايزين نقيسها بقى صح بالكتلة الكتلة العضلية للجسم أو كتلة اللي هي البي ام اي بودي ماس اندكس. يا ريت كل الناس لو عايزة تحسب طريقة القياس الوزن بتاعي على مربع طولي بالمتر مش بالسنتي، يعني لو انا مثلا طولي متر وستين متر 65 ما اعملش 1.60 لا بعمل 1.6 بالمتر في نفسه وهيطلع رقم الرقم ده لو اقل من 18.5 انا كان عندي مشكله نحافه لازم ازيد من 18.5 اقدر العب بقى من 18.5 ماكسيمم 24.5 هبدا من ال 25 انا اوفر ويت اوفر ويت واقدر الحق نفسي لغايه ال 30 كويس من ال 30 لل 35 انا دخلت في سمنه اوبيز من بعد ال 35 و 40 انا في سيفير اوبيز سيفير اوبيز يعني هيحصل لي مشاكل في قصه السكر ومقاومه الانسولين وسكر نوع تاني، هيحصل مشاكل في الكوليسترول والدهون الثلاثيه اللي في الدم. بنشوف بنات صغيرين والله دي مشكله، بنات صغيرين لسه ما دخلوش حتى مرحله الجامعه. مشكله ان الاطفال بقى عندهم سمنه الأطفال يعني طبعا. يعني يا ريت الاهالي بس دي تبقى سوء تغذيه من البدايه. ما هي دي انا عشان كده قلت الاهل من البدايه الاهل هي دي الطريقه المثليه اللي احنا نعرف احنا زدنا في الوزن ولا لا. الطريقه المثليه دي بقى احنا عايزين نعملها يعني ايه نقول لاصدقائنا يعني نحلها بشكل لطيف ما معنى انا واحده من الناس بخاف اخد اي حاجه تساعدني على الرغم ان انا ممكن اكون محتاجه ان في حاجه تساعد عامل مساعد ليا ممكن اكون انا مش قادره انظم اكلاتي بس عايزه عامل مساعد يساعدني لو انا عندي شراهه ففي الحاله دي بخاف اخد اي حاجه انا طبعا. بخاف بصراحه صح. لكن ممكن احتاج حاجات بسيطه زي اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العاديه بس ما يبقاش في منها ضرر وامنه بحيث ان انا ممكن ليه لا ما عنديش مشكله في ده فقول لنا بقى مقترح بجد يكون كويس ويفيد البنات الصغيرين ويفيد السيدات ويفيد برضو الرجال لو حابين بيقعد فترات طويله في الشغل صح احنا في الاول بنبدا بالاكل تمام ننظم الاكل كويس. بنبدا بده ننام كويس لان ناس كتير تقول لك هو ايه السبب زياده في الوزن السبب اكيد سمنه مطبخ فعشان كده بقول نبدا بالاكل والنوم اللي مش صحي او النوم اللي فيه توتر او ما باخدش ساعات بالليل كافيه لان تغيير الهرمونات بيؤدي الى سمنه وقتها ما قدرتش اعمل ده وعندي شراهه في الاكل وبعدين احنا كمصريات او كمصريين رجاله وستات عندنا متعه في الاكل عايزه اخس وما تحرمنيش من حاجه يا دكتوره دي صحيح طيب وقتها اعمل ايه الجا زي ما قلتي لحاجه مرخصه اول حاجه مرخصه من وزاره الصحه المصريه تاني حاجه مكوناتها فعاله وطبيعيه تقدر تقلل لي موضوع التحكم في الشبع يعني تقلل لي الشراهه بتاعه الاكل تقدر تقلل لي الشراهه بتاعه الاكل رقم واحد وتحرق لي الدهون والنشويات برشح ايه لكل الساده المشاهدين من قناه الاهلي اكيد بيستا منتج غذائي
بيساعد جدا على انقاص الوزن. طبعا هي دي الصوره، ما عنديش اي بديل لبيستا. ليه بقول بيستا؟ اولا بيستا مرخص وزاره الصحه المصريه زي ما احنا شايفينه، متوفر في الصيدليات، محدش ياخد حاجه بتخسس او اي حاجه غير من الصيدليه او عن طريق الارقام بتاعه الشركه بتاعتنا. بيستا مصدر غني بالالياف، الالياف هي اللي بتؤدي للشبع، خلي بالك. الالياف مهمه جدا، من اهم الالياف اللي موجوده داخل بيستا الشوفان والسيليوم ورده القمح. الثلاثه دول لما بينزلوا المعده، طبعا انا بشربه قبل الاكل بنص ساعه. كويس. ليه بشربه قبل الاكل بنص ساعه؟ لان الالياف هي اللي بتملى لي المعده، بتمتص الميه وتملى المعده. فلما اجي انا جعانه جدا، فانا هاكل كل الاكل ده؟ لا، انا هعمل الطبق وهلاقي نفسي باكل ربعه بس من غير ما احرم حد من حاجه. بناكل بروتينات، البروتينات مهمه قوي، البروتينات مهمه جدا وما بتتخنش. لكن في ناس بتبقى عايزه تاكل كربوهيدرات، الكربوهيدرات مهمه بس بنسب بنسب. طبعا بيستا بيعمل ان الالياف دي كلها، رده القمح والسيليوم والشوفان، بيقدروا يعملوا حيز كبير في المعده. فبالتالي انا هاكل كل ده؟ لا، انا بعمل الطبق بلاقي نفسي في الاخر باكل ربعه بس. كويس. والحلو في بيستا كمان انك انت بعد ما بتخلصي اكل بتقعدي بالاربع خمس ساعات مش حاسه انك جعانه، لان رده القمح ما بتتهضمش بسرعه. فدي حاجه حلوه. وكمان رده القمح بتعمل بتساعد على انتظام عمليه الهضم. فاحيانا كتير اللي عندهم امساك بيقدروا ياخدوا بيستا. رائع. ما هو مهم، لان في ناس بيحصلها امساك وهي بتعمل دايت. طبعا. عشان هما ممكن يكونوا ما بياكلوش الياف بشكل طبعًا. كافي طبعًا. خضروات كتير ورقيه حاجات صح. دي صح. بيستا غير الالياف اللي فيه يتواجد داخله فيتامين سي. هتيجي تقولي لي يا دينا فيتامين سي، قلتي لي على فيتامين سي ان هو للشعر والبشره والكلام ده كله. الدراسات الاخيره اثبتت ان فيتامين سي رائع في حرق الدهون. احنا عايزين، دي معلومه كانت جديده بالنسبه لي بس انا مبسوطه بيها جدا، رائع لحرق الدهون. مهم قوي ان انا برضو بحسب السعرات الحراريه اللي في اليوم. ده مهم. بيستا بيخليكي تاكلي اقل، في سعراتك اقل، مهم ده، فبتقدري تحرقي الدهون المخزنه. بلس طبعا عندي الكروميوم، رائع الكروميوم لتظبيط مستوى الانسولين. ده الانسولين مهم قوي على فكره، من اهم الهرمونات اللي بتتحكم في زياده الوزن الانسولين. اللي بيتفرز من البنكرياس، والثيروكسين اللي بتفرز من الغده الدرقيه. الغده الدرقيه عندي فيها خمول والهرمون مش موجود، بيحصل زياده في الوزن. الانسولين عالي ومقاومه انسولين، وهو المسؤول الانسولين على تخزين الدهون في الخلايا، بيحصل زياده في الوزن. فطبعا الكروميوم كمان موجود، اللي بيظبط لي معدل الكوليسترول في الدم وبيظبط لي تنظيم الانسولين في الدم. فالحقيقه بيستا من اقوى المكملات الغذائيه اللي بتساعدني على انقاذ الوزن بعد ما حاولت اعمل دايت وفشلت، او حسيت انه هيبقى كتير عليا، يعني ان انا انتظم بالشكل قوي. في ناس بجد ما بتقدرش. لا صعب انك انت تقدري وبالذات كمان الشباب، انك تقول لهم لا ما تاكلش ده او تاكل ده. لا، احنا عايزين ناكل وما نتحرمش، بس يبقى الاكل بنسب مش كبيره. ازاي ده يحصل؟ الحقيقه ببيستا، وكل الفيدباك الناس اللي جربت بيستا قد ايه شكروا فيه وخسوا عليه. ما احنا